ماذا يعني إعلان موازنة للدولة بدون موارد ثابتة ولا اقتصاد آمن؟ هل سيتم فعلاً تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة؟ كيف يمكن للشرعية تخطي الإشكالات المتعلقة بهذا الجانب مع التحالف؟ أهلاً بكم. أعلنت الحكومة الشرعية موازنة 2019 بعجز يصل إلى 30%. في اللحظة التي تعيش فيه عدم استقرار على المستوى المؤسسي أو القرار السياسي، تقول الحكومة إنها ستعتمد على سياسات نقدية تقشفية وتقليص الإنفاق غير المبرر وتسخير ذلك لتحقيق التنمية، فيما تؤكد على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات. لكن هل فعلا هذه الإجراءات ستحد أو على الأقل ستخفف من وطأة الفقر على السكان وتفي بالتزاماتها؟ بعد سنوات من الانقلاب المر وتعطل أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، يأتي إعلان الحكومة الشرعية من عدن عن موازنة البلاد العامة لسنة 2019 بإجمالي 2,159,271,000,000 ريال، فيما بلغ تقدير حجم النفقات على المستوى الوطني نحو 3,111,253,000,000 ريال، أي بعجز مالي بلغ نحو 30%. تقول حكومة الدكتور معين عبد الملك إنها تسعى لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات. الموازنة هذه المرة تأتي في ظل مخاوف كثيرة من إخفاق الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي الذي يقف على مهددات كثيرة، خصوصا بعد أن تعطلت حركة النمو في البلد وتوقفت مصادر الدخل للدولة، بالمقابل نشط اقتصاد الحرب ووقع البلد بين دائرة مصالح النافذين. الحرب كانت لها تبعات اقتصادية هائلة، من أبرز أسبابها التضخم المالي. ليس هذا وحسب، فغياب الشفافية والشكوى من فساد المسؤولين في الشرعية وعدم التزام المسؤولية المناطة بهم يجعل من الحديث عن الموازنة دواء لا حيلة له بعد أن استفحل الداء. فبلد يكاد يكون منعدم الموارد ويعيش ظروف حرب بات اليوم بحاجة لما هو أكثر من إعلان موازنة وتجاوز ذلك إلى إغاثة نصف اليمنيين المهددين بالجوع، ناهيك عن ملفات كثيرة لا تزال محاطة بالغموض والقلق المصيري، أبرزها وقف الحرب وإعادة الإعمار، وقبل هذا وذاك عودة الرئيس هادي وبقية أعضاء الشرعية من الرياض والعواصم الدولية وتفعيل دور البرلمان الإشرافي على مؤسسات الدولة. يقول متابعون إن موارد الدولة المستلبة لا تزال تمثل وقود حرب ضد اليمنيين، سواء تلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أو تلك التي تسيطر عليها القوات الموالية لأبو ظبي والرياض، ولن ينتهي كل ذلك ما لم تنتهي الحرب. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور. أهلا بك. إذا إعلان لموازنة الدولة 2019، هل تعتقد أن هذا القرار تأخر؟ أنا أعتقد أن القرار تقدم وليس متأخر. موازنة 2019 يعتبر طموح، وهذا طموح مشروع. الظروف كلها لا تساعد على إنجاز موازنة يمكن أن تتحول إلى قانون وأن تضبط العمل الإنفاقي والعمل الإيرادي في البلد. البلد مقسم سياسيا ومقسم اقتصاديا، وقدرة الدولة على السيطرة على كافة الإيرادات يعني ليست بهذا المستوى، وبالتالي هذه الموازنة لعام 2019 تعتبر تقدمت. وكان أنا أعتقد، أنا لما كنت أتصور أنهم يقوموا بعمل موازنة خاصة، وأن العام الماضي قالوا أنهم سيعملوا بإعلان موازنة، وكانت النتيجة أنه لم يضبطوا سوى معظم المناطق المحررة. هل تعتقد أن لهذا الإعلان أهمية ما أو لهذه الموازنة برأيك؟ طبعا الموازنة هي موازنة تأشيرية،
لم تحظى بحقها من الإعداد والتجهيز والإقرار. عادة الموازنات تبدأ العمل في إنجازها منذ أبريل، وبعد ذلك تعرض، يعني تنزل أولا توجيهات من وزارة المالية اللي على ضوءها يتم بناء الموازنة، ثم تأتي بعد ذلك المناقشة لها في الأطر الدنيا، ثم ترفع إلى الأطر الأعلى، ومن الأطر الأعلى إلى المستوى الأخير اللي هو مستوى الوزارة ومستوى المؤسسات، وذلك بعد ذلك تذهب إلى مجلس الوزراء وتناقش بشكل جدي، ثم تذهب إلى مجلس النواب ويتم إقرارها وإصدارها بقانون. هذه الإجراءات كلها لم تتم. قرار تشكيل لجنة الموازنة كان في 11 نوفمبر، وبالتالي قبل 3 أشهر، يعني الوقت كان غير كافي. الموازنة هي موازنة تأشيرية لأنها تحتوي على نفقات لا تستطيع الحكومة أن تضبطها، مثال على ذلك النفقات الخاصة بالحوثي، وأيضا النفقات الخاصة بمارب، وأيضا بعض المحافظات كذلك. نعم. يعني هناك نفقات لا تستطيع الدولة ضبطها، وبالتالي فيما تم من إقرار للموازنة هو طموح وطموح مشروع، وأعتقد أنه خطوة إيجابية يجب تشجيعها بشكل أساسي. نعم، ما قيمتها إذا لم تحدث فرق في الواقع؟ يعني مجرد إعلان لكن لن يحدث أي فرق في الواقع؟ لا، هي ستحدث فرق في الواقع. مثلا كل المؤشرات في السابق، كل ما يتم إنفاقه في ما قبل موازنة 2019 كان يتم وفقا لموازنة 2014، وكان يتم حصر الإنفاق في جانب الباب الأول اللي هو المرتبات والإيجور وما في حكمها. يعني مثلا تخرج دكاترة جدد في الجامعات لا يحصلوا على أي زيادة نتيجة حصولوا على الشهادة، لكن الآن مع ميزانية 2019 بالتأكيد سيحصلوا. لكن لا توجد رواتب أصلا حتى يبحثوا عن الزيادة. يعني لا، في رواتب لجزء كبير من المجتمع خاصة في المناطق المحررة، وأيضا موازنة 2019 بنيت على أساس وطني، وبالتالي واضح أنها في إطار هذه الموازنة سيتم حل الإشكال الاقتصادي، وأعتقد أنه سيتم منح المرتبات بما فيها الزيادة 30%، وبالتالي فإن هذه الموازنة ستحدث فرق بكل التأكيد، وحتى وإن كان هذا الفرق هو فرق تأشيري لكنها ستحدث. نعم. بدلا من أن نبقى وفقا لموازنة 2014 بمعنى متأخرين 5 سنوات، 4 سنوات حقيقية وخمس. الحكومة قالت أيضا أنه يجب تغطية العجز، هناك عجز طبعا ب 30% سأسألك عنه، ولكن قبل ذلك هناك تغطية لهذا العجز من مصادر غير تضخمية، هل وضحت لنا هذه النقطة؟ ما الذي يعنى بها؟ تغطية العجز يتم بأشكال مختلفة، منها المصادر التضخمية بمعنى طباعة عملة، يعني بمعنى أن تتسلف، أن تقترض الحكومة من البنك المركزي الذي يكون وسيط والذي يقترض من آخرين، أو تطبع عملة، يعني في إطارين. إذا تم تغطية العجز من مصادر غير تضخمية بمعنى أنه تم السحب من السوق ثم إعادته تدويره في الموازنة، هنا لا يكون لها آثار تضخمية. لكن إذا تم تغطية العجز، وهذا هو أهم نقطة، إذا تم تغطية العجز من مصادر تضخمية من خلال طباعة العملة فهذا يكون له تأثير تضخمي بكل تأكيد. نعم، ما سبب العجز؟ ضخم. نعم، العجز 30%، 937 مليار، إذا تم تغطيته من مصادر تضخمية بالتأكيد سيكون له آثار كبيرة. إذن ما هو سبب هذا العجز برأيك؟ سبب العجز هو الفرق بين النفقات والإيرادات، هذا هو العجز. الإنفاق هو 3 تريليون و111 مليار، والإيرادات أقل 2 تريليون و159 مليار، والفرق هو العجز. فارق العجز يأتي بشكل أساسي أولا نتيجة نفقات الدين العام. أولا نفقات الدين العام اللي هي نفقات التي تدفع فيها الدولة فوائد على إذون الخزانة والسندات الحكومية وشهادات الإيداع. ألن تلجأ الحكومة لمثل هذا الحل؟ طبعا هو ما فيش حل آخر الآن. الآن هم قالوا ولكن أنه سوف يعني يزيد من أعباء الدين العام بهذا الشكل. هذا بكل تأكيد، وأنا أتوقع أن الحوثي قد
عمل لنا دين عام وتم زيادة في الدين العام دون إعلان عن ذلك. لأن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد بأن الحوثي يقوم بزيادة الدين العام بطريقة غير معلنة. نعم. إذن هناك من يتساءل، يعني 4 مليار دولار تقريبا هو رقم متواضع مقارنة بالسنوات السابقة، برأيك يعني كيف هو وضع الموارد الدولة من خلال متابعتك؟ هل يعني ستوفر هذا؟ الموازنة بشكل أساسي، الموازنة بشكل أساسي، يعني إذا حسبناها بأي دولار، بأي سعر للدولار، يعني إذا حسبتها كما حسبتها تقريبا بسعر ما أعلنوا هم، قالوا أنهم أحسبوا الدولار 400، لكن عندما تأتي للحساب لا تحصلوا على 400، تحصلوا أنهم احتسبوا الدولار ب 586 وليس ب 400، لأنه إذا حسبوه ب 400 كان ستطلع الإيرادات أكثر من حوالي 5 مليار وأكثر شوية، والنفقات 7 مليار و7 من عشرة كانت ستكون، لكن أعتقد أنهم احتسبوها على 586، لكن أثناء الإعلان قالوا 400 منشان يعني لا يأثروا على السوق. فهي عمليا إذا حسبناها بالدولار فهي 50% من ميزانية 2014. في عام 2014 كانت الميزانية 13 مليار دولار، الآن في حدود 7.7 من عشرة إذا حسبناها يعني 400، ولكنها هم حسبوها يمكن 586 ولهذا وصلت إلى هذا الرقم. وأنا أتحدث عن النفقات فهي نصف عام 2014، لكن إذا قارناها بالعام الماضي والميزانية التي أعلنها بندغر كانت 1.5 تريليون، الآن 3.111 تريليون، فهي أيضا تعتبر قفزة نوعية، يعني أنت حسب نوع المقارنة، إذا تم مقارنتها بالماضي بالعام الماضي فهي فيها قفزة نوعية غير عادية، إذا تم مقارنتها بعام 2014 فيها انخفاض شديد بالدولار، بالدولار إلى النصف تقريبا، لكن بشكل عام هي موازنة ليست تقشفية بشكل كامل وإنما موازنة يعني معتدلة. وأعتقد أن هذه الموازنة لم تدخل ضمنها نفقات كثيرة ولم تدخل أيضا فيها إيرادات كثيرة. إذن يعني هناك من يجد أنها موازنة غامضة غير واقعية وغير شفافة أيضا؟ لا، هو لا نستطيع أن نقول غير واقعية وغير شفافة إلا بعد أن نطلع على التفاصيل. حتى الآن وثيقة الموازنة أو الإحصائيات والأرقام التي جاءتنا من الموازنة هي أرقام تأشيرية وأرقام عامة، إجمالي الإنفاق، إجمالي الإيرادات، كم العجز، بكم حسبوا الدولار، بكم حسبوا النفط وإلى آخره، وكم حسبوا الحوثي وكم مع. هل اسمح لي، يعني في كل موازنة سابقة هل كان يتم إعلان بيان مالي مفصل أم يتم إعلان مؤشرات؟ الموازنة هي وثيقة ضخمة، يعني تتكون من 8-9-10 مجلدات فيها تفاصيل دقيقة، أولا بالنسبة يعني للإجماليات ثم للتفاصيل على شكل الإجماليات ثم الأبواب ثم البنود ثم يعني فيها تفاصيل دقيقة إلى أقصى، يعني فيها عدة مستويات على مستوى الوزارات، على مستوى المؤسسات، على مستوى المناطق، يعني الموازنة وثيقة ضخمة ليست شيء سهل وتفاصيلها كثيرة جدا أكثر مما تصور، يعني موازنة بهذا الشكل يعني الإجمالي المجلدات وفيها تفاصيل دقيقة. حتى الآن احنا لم يطلع أحد، لم يتم نشر التفاصيل في أي موقع، يعني أنا حاولت أبحث عن تفاصيل هذه الموازنة. سؤالي هل كان ينشر من قبل؟ نعم كان ينشر، وكانت تنشر في موقع وزارة المالية، كانت تنشر بالتفاصيل. إذن يعني بالتالي لذلك يعني بعضهم وجدوا أنها غير يعني غابت فيها الشفافية، لأنه تحدثت الحكومة عن ملامح عامة تتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات كله بأرقام تقديرية كما تفضلت، ولكن لا تقدم مؤشرات عن أي معلومات أو عن أي بنود ونفقات اقتصادية أيضا. لا، هي الوقت غير كافي للحكم هذا الحكم، يعني الحديث عن الموازنة جاء قبل فترة بسيطة، وبالتالي هذا الموازنة لم تناقش في مجلس النواب، وأنا أتوقع أنه يجتمع أيضا أخرى. أنه يجتمع مجلس النواب ويناقشها، لأنه هي بتكون المادة الأساسية إذا أردنا مجلس النواب أن يناقش شيء حقيقي. أما إذا أردناه يجتمع مشان يختلف فهذا قضية أخرى، يعني عندما يجتمع مجلس النواب بدون أن تكون لديه نقاط معينة يقوم بمناقشة حقيقية هنا تكون ما لهش أي فائدة.
لكن إذا اجتمع مجلس النواب من أجل مناقشة الميزانية هنا سوف تناقش بند بند، فصل فصل، باب باب، وإلى الإجماليات. إذن بالنسبة لإيرادات الدكتور، يعني قال بيان الحكومة أن 32% تقريبا من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ستأتي من إيرادات النفط والغاز، ولكنه أهمل الإشارة إلى 68% أيضا من أين ستأتي، خاصة أن يعني الإيرادات الضريبية في مناطق الحكومة تذهب لجماعات مسلحة ولا يتم تحويلها إلى البنك المركزي في عدن، في تعز، أضف إلى ما ذكرته في مأرب، مناطق الحوثيين في مأرب. لا، هي الميزانية تقريبا واضحة، هم وضحوا أن 32% من الإيرادات النفط والغاز و30% عكس، والباقي هو إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية من أملاك الدولة، يعني إيرادات أخرى. يعني الموضوع تقريبا شبه واضح، يعني جمارك وضرائب بتكون في حدود ثلث، لكنها لا تصل للبنك المركزي، يعني أنت تتحدث عن شيء غير العام موجود. الماضي وصلت حسب يعني ما أعلنه 900 وأكثر، يعني 950 مليار، يعني توصل هناك الجمارك من تقريبا معظم المحافظات توصل ما عدا مأرب والحوثي. هي التي لا تصل، وأيضا تعز، لأنه الجزء الأساسي من تعز هو يعني الجزء الذي فيه موارد مع الحوثي، والجزء الذي ليس لديه موارد. اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا الأستاذ راجح بعد المتحدث باسم الحكومة عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. أهلا بك أستاذ راجح. عادة ما تعلن الحكومة أو تعلن الموازنة في النصف الثاني من العام السابق، هناك من يرى أنها تأخرت كثيرا حيث أعلنت في أواخر شهر فبراير، رغم أن رئيس الوزراء منذ تعيينه وهو يقول بأنه سيكرس جهده للملف الاقتصادي. أعتقد أنه يعني الحديث عن تأخير الموازنة حديث غير دقيق في هذه اللحظة. نحن نعلم أنه منذ بداية الحرب في عام 2014 كانت هي آخر موازنة، وهذه أول موازنة يعني تقدمها الحكومة وتقرها ويقرها مجلس الوزراء. يعني منذ تولى الدكتور معين عبد الملك رئاسة الوزراء في 15 أكتوبر وحتى الآن، هذه الفترة تعتبر فترة قياسية في تقديم وإخراج هذه الموازنة التفصيلية للجهاز الإداري للدولة إلى حيز الوجود. أعتقد هذه الخطوة تستحق الإشادة وتستحق يعني وتستحق أن يعمل الجميع لإنجاح هذه الموازنة والعمل على إخراجها، لكي لأنه كما تعلمون أن الموازنة العامة للدولة هي الخارطة وهي خطة الحكومة لعام كامل. طيلة الفترة الماضية منذ ظروف الحرب التي اضطربت كان بشيء الحوثي لم تكن هناك موازنة، وهذه الخطوة تستحق الإشادة بها. نعم، إذن أستاذ راجح، يعني بيان الحكومة ذكر 32% من إجمالي الإيرادات سيكون من النفط والغاز، ولكن يعني هناك كثير من الإشكاليات، أن كثير من الإيرادات لا تصل إلى البنك المركزي، مناطق الحوثي كما تعلم لا يرسل بأي إيرادات، مأرب أيضا جزء كبير من تعز، وكذلك الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأماكن المهمة في عدن. كيف يمكن تدبر الامر؟ يعني جزء كبير من هذا الكلام في التحقيق، كل الايرادات، كل المناطق المحرره ايراداتها تصل سواء الى البنك المركزي في عدن او الى فروع البنوك البنك المركزي في هذه المحافظات، ومن خطه الحكومه وان تربط كل فروع البنك المركزي بالمقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن. هناك بعض الاختلالات عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على يعني تجاوزها وبعض الإشكاليات التي تحدث في جانب الإيرادات. هناك خطة لتحسين الإيرادات سواء فيما يتعلق بالإيرادات الضرائب، إيرادات الجمارك، هناك لجان تم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بالنزول إلى المنافذ البرية من أجل الرقابة وتقليل الأداء في المجال الجمركي لتحسين الإيرادات الجمركية وربط هذه المنافذ بشبكة واحدة. يعني عندما نتحدث عن إيرادات النفط نحن نتحدث عن 2 مليون برميل سنويا، هذه كل
كل الكمية هذه تنتجها اليمن. بالنسبة لنفط مارب هو لا يتم تصدير نفط مارب لأنه كما تعلمون نفط مارب يتم تصدير عبر الدينار حتى هذه اللحظة تحت سيطرة الميليشيات. نعم، إذا الحكومة أيضا قالت أنها ستعتمد على سياسة نقدية تقشفية وتقليص الإنفاق غير المبرر وتسخير ذلك لتحقيق التنمية. هل ستشهد الحكومة تغيرات في كثير من التعيينات التي هي خارج إطار القانون والتي يتفاجأ بها الناس يوما بعد آخر، خاصة أستاذ راجح يعني إذا ما تحدثنا عن بيئة مناسبة تماما لإهدار المال العام، بيئة اقتصاد الحرب الذي نشأ منها فاسدون كثر، هل سيكون رقابة أيضا على كل ذلك؟ بالتأكيد سيدتي الكريمة، وهذا التزام تحددت به الحكومة وقطعته على نفسها. بالتأكيد هذا الالتزام ستسعى الحكومة لتنفيذه. ويعني هناك رقابة مجتمعية وهناك رقابة من وسائل الإعلام على هذا الوضع، وبالتأكيد إن شاء الله ونحن يعني نتمنى أن يتم تنفيذ يعني تنفيذ هذا التعهد من قبل الحكومة، لكن هناك إرادة سياسية حقيقية سواء لدى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أو لدى رئاسة الحكومة بإيقاف يعني مثل هذه التعيينات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك راجح بادي المتحدث باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يتحدث الأستاذ راجح كما سمعت أن جميع الإيرادات تصل إلى البنك المركزي، ربما مأرب لأن نفطه لا يصدر أصلا وهناك إشكاليات في هذا الموضوع. يعني برأيك هذا الكلام غير صحيح. محمد زمام أخبر خبراء الأمم المتحدة، وهذا التقرير قبل يومين صدر، بأنه لا نفقات مأرب تصل إلى البنك المركزي. نعم. ولا إيرادات مأرب، ثم أنه في مأرب في غاز يتم. نعم، هو تحدث ذلك أن مأرب لا يصل لا تصل. وكذلك الحوثي، وكذلك الحوثي ليس كل الإيرادات لا مأرب ولا الحوثي ولا أيضا محافظات، في هناك محافظات كثيرة، وأنا بحكم عملي محافظات محررة لا توصل، لا توصل في بعض الإيرادات لا توصل وتتم مثلا في المهرة. يعني كانت هناك إشكالية كبيرة من خلال عملية التهريب التي كانت منتشرة بشكل غير عادي، وهناك أدلة كثيرة على هذا التهريب، ويعني إثباتات وأدلة حتى من عندي من البنك الأهلي لا تصل، ونحن نعرفها، وكانت هذه من أمور التي كنا نشعر فيها الدولة بأنه ضرورة التركيز على هذا الجانب. يعني ليس فقط الحديث عن أنه الإيرادات كلها، يعني أننا نصل إلى نفس ما كنا عليه مضاعف. يعني يفترض إذا كانت الإرادة كلها تصل إلى البنك المركزي كان يفترض أن تصل الإرادات إلى أكثر من 3 تريليون، لأنه الأسعار ارتفعت، نسبة الضرائب ثابتة، وبالتالي يجب أن تتضاعف كما تضاعفت الأسعار، يجب أن تتضاعف أيضا الضرائب والجمارك وغيرها. إذن برأيك دكتور، ما أهمية استعادة ميناء الحديدة والذي يعد الميناء الأول في البلد إلى الشرعية؟ يعني ما أهميته في رفض خزينة الدولة من الضرائب والجمارك؟ استعادة ميناء الحديدة سيكون تأثيره تأثير كبح للإيرادات التي تصل إلى الحوثي وتحويلها إلى الشرعية. الإيرادات طبعا هي انخفضت في يعني نسبيا مقارنة بالفترة الماضية، لأنه يعني كثير من السلع كانت تدخل يعني بسعر، كانوا يسعروا الجمارك 215 و250 وهذه تخفض من الجمارك، كانوا هذا نوع من أنواع التشجيع للتجار على إدخال البضائع عبر ميناء الحديدة. فميناء الحديدة في حدود في الشهر 34 مليار، هذه سوف تعزز الإيرادات، لكن نتيجة لاقتصاد الحرب والأوضاع الصعبة، نتيجة عندما ترتفع الأسعار فإنه استهلاك يقل، وبالتأكيد عندما تنخفض الاستهلاك فينخفض الجمارك، وكذلك الضرائب تصبح هناك صعوبة كبيرة في الحصول عليها. يعني مثلا المؤسسات المختلفة الموجودة في اليمن، كانت المؤسسات السيادية أو المؤسسات الأخرى، لن تدفع ضرائب بحجة أن لديها خسائر،
وهذه هي إشكالية تؤدي إلى تخفيض الإيرادات والنفقات. فميناء الحديدة أهميته سيكون في تقليص أو في تجفيف منابع التمويل الحوثي أكثر مما سيكون زيادة في الإيرادات، خاصة وإن الانقطاع الذي تم خلال هذه الفترة وكذلك آلية الاستيراد التي الآن تتم عبر البنك المركزي في عدن سوف تحد من حركة البضائع عبر ميناء الحديدة، وبالتالي سوف يتقلص حجم الحركة في ميناء الحديدة. نعم، هل تتوقع أن يعني يتساعد التحالف في هذه النقطة ويتم تفعيل أيضا الموانئ في عدن وبقية المحافظات الساحلية وأيضا المطارات؟ أنا أقول إنه الموازنة في نفسها 2019 إذا أخذنا ما ينفقه التحالف هي أكبر من 3 تريليون و111، أكبر بكثير. يعني هناك مثلا نفقات البنك الدولي لا أدري هل تم إدخال إدراجها أم لا، وهي 1,250,000,000 دولار. كذلك نفقات مركز الملك سلمان، وهي يفترض أن تكون هذه جزء من الميزانية باعتبار أنها من المعونات، يفترض حسابها ضمن المعونات. كذلك نفقات الهلال الأحمر الإماراتي، وهي أيضا نفقات كبيرة، بالإضافة إلى النفقات المباشرة التي تأتي من الإمارات. نعم، للحزام الأمني. نعم، هذه الرواتب وهذه الدولارات التي وكذلك النفقات التي تأتي من المملكة العربية السعودية كلها محسوبة على ميزانية اليمن. هذا حتى الآن غير واضح، يعني لم تأتي البيانات التفصيلية للموازنة، وبالتالي لم ندري هل تم إدراج الإنفاق الذي كان مثلا بالنسبة للنفقات التي تنفقها المملكة العربية السعودية على الجيش، على الجيش الوطني كانت 300 مليون دولار. هل هذه النفقات تم إدراجها؟ هي توقفت فترة، الآن يقال إنها ستعاد. هل تم إدراجها؟ لم يتم إدراجها. نفقات الحزام الأمني هي نفقات كبيرة، نفقات النخب، وهي أيضا نفقات تدخل إلى البلد ويفترض أن تكون تمر عبر الموازنة أو تحتسب ضمن الموازنة أو تمر ويفضل أن تمر عبر البنك المركزي. هو صح، صحيح، هو يفترض أي إنفاق يكون على شكل مساعدات كانت من الإمارات أو كانت من السعودية أو كانت من البنك الدولي الآن، خاصة وأن المبلغ كبير 1,250,000,000، يفترض أن يمر ليعزز موقع البنك المركزي ويعزز من احتياطياته. هذه النفقات لا ندري إلى الآن هل تم إدراجها ضمن الموازنة أم لا. يعني موازنتنا الآن وفقا لما تم إيرادات 32% من فين؟ من النفط والغاز، 30% عجز سيتم تغطيته من خلال الاقتراض عبر اقتراض أذون الخزانة وأيضا اقتراض يمكن خارجي. هل تم احتساب المعونات؟ هذه معونات من البنك الدولي ولا من السعودية ولا من، بالإضافة إلى 60 مليون دولار التي هي للدعم للكهرباء، هذه أيضا نفقات كبيرة لأنها نفقات شهرية هي الآن انخفضت. أنت برأيك هل تتوقع أنه لو جمعنا هذا كله أن نتحدث عن 3 تريليون أم أكثر؟ يعني لا، أنا أتوقع أنه أكثر. نعم، إذن يبدو أنها غير محسوبة، لأنه رواتب الوزراء بالدولارات، رواتب الوكلاء الذين يعني يفوقون عدد لا إذا حسبنا يعني المحافظات. هذه النقطة أنا أعتقد أنه يتم تضخيمها أكثر من اللازم. هي إجمالي كل الإنفاق بالنسبة للوزراء كم عددهم ولا بالنسبة مهما كانوا وصلوا 400 600 800 سيصل إلى يعني لا يتجاوز 30 مليون دولار في الشهر. هذه ليست الإشكالية الكبيرة، الإشكالية الكبيرة في الموازنة هي الدين العام لأنه حوالي 700 مليار، الدين الخارجي اللي حوالي 250 مليار إذا تم تسديده. هنا الإشكالية، هل هذا الدين تم احتسابه ويعتبر ثلث الميزانية؟ ميزانيتنا هي 3/3 في الإنفاق وفي الإيرادات. الثلث الأول بالنسبة للإنفاق هو رواتب وأجور وما في حكمها حوالي 1,150,000,000، وأيضا ثلث هي نفقات دين العام، والثلث الثالث هي إنفاق تشغيلي. وهم في الموازنة، وهذا يعتبر إيجابية غير عادية، أنهم قالوا أن النفقات التشغيلية تساوي 1,880,000,000. يعني هذا إذا هذا الكلام صحيح فهو شيء ممتاز، لأنه ما العيب الأساسي في الإنفاق خلال السنوات الأربع الماضية أنه كانت النفقات التشغيلية منعدمة تماما أو ضعيفة جدا، إلى درجة خاصة في مجال مثلا زي وزارة الداخلية بدون نفقات تشغيلية تكون العملية صعبة للغاية.
إذا كانت النفقات التشغيلية تم إدراكها بشكل كبير فإنه هذا شيء إيجابي كبير. بالنسبة أيضا للإيرادات، نحن ثلث من النفط والغاز، والثلث الثاني عاجز، والثلث الثالث هو مساعدات وهبات ومعونات ويعني إيرادات أخرى اللي هي ضرائب وغيرها. يعني هذا التقسيم هو الآن لا يزال نفس التقسيم، ما زاد حسب المعلومات الغير دقيقة. أنا أتوقع أنها غير دقيقة لأنه المبلغ كبير، أنهم قالوا أنه النفقات التشغيلية هي مليار أو تريليون وثمانمائة وثلاث ثمانين مليار. طبعا هذا يعتبر نقلة نوعية سوف تحسن من أداء الوزارات، من أداء المؤسسات، من أداء المرافق المختلفة في مجال الصحة، في مجال التعليم، لأنه هذا شيء كبير. لكن أنا أتوقع أنه هذا كلام غير دقيق، أنه مثلا في خطأ في التعريف، أنها النفقات الجارية مثلا وليست النفقات التشغيلية، وهذا هناك فرق كبير إذا كان بهذا الشكل. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. إذا دكتور، هل تعتقد أن إعلان الحكومة لموازنة 2019 يمكن أن يؤثر إيجابيا على أداء الحكومة؟ هو من المفترض أن يكون تأثيره إيجابيا، يعني بالتأكيد هذه أول موازنة بعد 4 سنوات. هناك إحساس أن هناك حكومة يمنية الآن تعمل على الأرض، أن هناك سلطة موجودة على الأرض. لن نراها منذ 4 سنوات، كانت الوضعية ضبابية للغاية. الميزانية أنا أعتقد من وجهة نظري هي مشروع سياسي أكثر من مشروع اقتصادي. لو رأينا تفاصيل الميزانية نفسها فنحن سنجد أن هناك أشياء غير مفهومة يعني وغير منطقية في موضوع مثلا الإيرادات التي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تقريبا حوالي 300 مليار أو أكثر تقريبا، هكذا صنعت المبلغ، لكن لم يقل أحد كيف سيحصلون عليها. هم وضعوها ضمن الإيرادات ولكنهم لم يقل، لا 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 أعرف كيف ستحصلون عليها. أعتقد أن الميزانية أعطيت هكذا ليس لمجرد أنها فعلا ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ، التنفيذ مسألة أخرى، ولكن الميزانية أعلنت هكذا حتى يعطي الإحساس بأن هناك حكومة يمنية تعمل، هناك حكومة على الأرض، وهناك اتجاه تطبيع الحياة الاقتصادية والحياة السياسية في اليمن. لكن مدى واقعية أو مدى إيجابية تأثير وضع هذه الميزانية، هذه مسألة سننتظر وسنرى كيف سيكون التطبيق على 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 أرض الواقع. نعم، هل تتوقع أن يعني تؤثر على الوضع المعيشي للناس، خصوصا أن هناك مجرد إعلان الميزانية تداولت الأخبار بأنه سيتم استلام رواتب، تسليم رواتب جميع الموظفين سواء في المناطق المحررة أو غير المحررة؟ يعني مفترض أكثر، مفترض، ومن ذلك لم يكن أصلا لم يكن مشكلة، يعني حتى لم تكن الميزانية أقرت، كان من ضمن المخطط أن يتم صرف الرواتب على ميزانية 2014. يعني الميزانية 2019 يعني لم تحدث شيئا كثيرا في هذا الجانب بالذات، موضوع صرف الرواتبات الموظفين، لأنهم حتى إذا صرفوها في المناطق الغير محررة التي تحت سلطة الحوثيين وهي الإشكالية القائمة الآن، فإنه ستصرف على حسب ميزانية 2014. بالتأكيد وجود ميزانية هي مسألة إيجابية بالمجمل، يعني لا يمكن أن نعتبرها مسألة سلبية، ولكن مدى إيجابية الآثار الإيجابية هذه على الوضع الاقتصادي، على الوضع المعيشي، هذه مسألة أخرى. أعتقد أن السياسات المالية للحكومة هي أكثر أهمية من المسألة الميزانية، مسألة تحديد سعر العملة، مسألة تغطية الاحتياجات الأساسية للتجار للمواد الرئيسية، هذه هي المسألة التي ستنعكس مباشرة على الوضع المعيشي للناس. لكن موضوع الميزانية هو أيضا شيء إيجابي، ولكنه يعتمد كثيرا على أداء الحكومة على الأرض. يعني لما نحن نقول هناك إيرادات بمبلغ معين 2 تريليون أو أكثر مثلا، لكن مدى إمكانية فعلا، مدى واقعية تحصيل هذه الإيرادات فعلا ووصولها إلى خزانة الدولة، هذه مسألة أخرى. نعم، إذا أستاذ دكتور علي عفوا، يعني هل تتوقع أنه حين تم إعلان هذه الميزانية تم أخذ موافقة التحالف؟ لأننا نعلم جميعا إن لم يكن التحالف راضي عن هذه الميزانية فلن يسخر للحكومة شيء تستطيع من خلاله أن تقدم عملا حقيقيا على الأرض. بالتأكيد هذه أمر يعني أكيد 100%، لأن احنا شاهدنا محاولة حكومة الدكتور أحمد بن دغر العام الماضي عندما أعلنت ميزانية الحكومة اليمنية، ماذا حصل؟ حصلت هناك معارك في عدن، واقتحمت قوات المحسوبة على الإمارات المدينة، وحاصرت حتى رئيس الوزراء في مقر دار الرئاسة، وكان يحصل انقلاب في عدن،
كل ذلك كان نتيجة لإعلان حكومة خالد بن داغر للميزانية، مشروع ميزانية للحكومة اليمنية. فذلك يعني أن الميزانية هذه بالتأكيد تمت برضا وموافقة وبدعم من التحالف العربي ودعم من الإمارات ودعم من المملكة العربية السعودية. للأسف الشديد الحكومة اليمنية لا تستطيع أن تتصرف بالمطلق دون أخذ موافقة التحالف العربي. وللأسف الشديد حتى في مواضيع مالية واقتصادية بحتة، يعني ليست في المواضيع السياسية هذه ربما قد نجد لهم عذرا، لكن في موضوع المواضيع الاقتصادية أنها ما زالت تستأذن التحالف. هذه مسألة يعني مؤسفة للغاية. للأسف الشديد من يسيطر فعلا على الموارد الاقتصادية للدولة اليمنية ليست الحكومة اليمنية، إنما هي قوات التحالف العربي وبالذات قوات الإمارات. من يسيطر على حقول النفط هي القوات الموالية أو القوات الإماراتية مباشرة. من يسيطر على الميناء، من يسيطر على المطار هي أيضا قوات متحالفة مع الإماراتيين. وبالتالي مسألة التحكم في الإيرادات وتحصيل هذه الإيرادات ليست في يد الحكومة اليمنية ولكنها في يد القوات الإماراتية والتحالف العربي. وبالتالي فإن موافقتهم على هذه الميزانية أعتقد كانت شيئا طبيعيا يعني. نعم، إذا ابقى معنا دكتور علي، سأخذ رأي دكتور محمد حبوب في هذه النقطة. برأيك دكتور محمد، يعني مسألة فعلا أن التحالف يسيطر على كثير من النقاط الإيرادات المهمة للحكومة، حقوق النفط، الميناء، المطار، جماعته المسلحة التي يعني انتشرت هنا وهناك هي من تدير المسألة فعليا. وربما ضرب الدكتور علي مثال حين حكومة بن داغر حين قيل بأنها ستعلن الموازنة كان هناك شبه انقلاب على الحكومة، ما رأيك؟ هو الكلام غير صحيح أنه الإمارات والسعودية تسيطر على كل شيء ما فيها الإيراد. أنا أقول من الواقع، أنا كنت في الواقع وأعرف التفاصيل. يعني الإمارات قد تكون هي عبر يعني المال، الإمارات ليست موجودة بشكل فعلي في المناطق المحررة وإنما بشكل المال وعبر الأحزمة الأمنية التي أصدر بها قرارات رئيس الجمهورية وهي شرعية، وكذلك النخب وهي صادرة بقرارات رسمية وليست فيها أي إشكال. المشكلة أنه البعض يعتقد أنه سيطرة الإمارات على الحياة السياسية أو على الحياة يعني الأمنية بالذات الجوانب الأمنية هي سيطرة. الإمارات لا تتدخل في الجباية مطلقا ولا تتدخل يعني جباية الأموال، لا توجد أي إشكالية في جباية الأموال ولا توجد أي إشكالية في الإنفاق الإمارات تستخدم المال الذي تنفقه من أجل السيطرة الغير مباشرة. نعم يعني الغير مباشرة، لكن يعني إنها تمنع الجباية أو لا تمنع لا الإنفاق هذا كلام غير صحيح. لا لكن ثم إن يعني الانقلاب اللي حصل المسألة لم تختلف كثيرا. لا هو الحقيقة يعني نعم من باب الحقيقة. تمام يعني ليس دفاعا عن الإمارات ولا دفاعا عن أي شيء. الإمارات لن تستفيد من كم مليون التي يعني ستحصل هنا وهناك، ولكن نحن نعلم تماما أنها هي مشرفة على من يأخذ هذه الجباية حتى لو أخذوها لأنفسهم، يعني هم لن يسلموها للإمارات ولكن هم يعني مجرد ريموت كنترول يعني بيدها. الجانب الأمني لا يتدخل في الجباية. الكلام عن اليمن في سابقا في الشمال ولا في الوديعة ليس ينطبق على الإمارات. الإمارات ليست مثل الجيش اليمني يروح وهو يجبي ويمسك ويستلم أموال. لم الإمارات لا تستلم. أنا كنت في اليمن وعشت سنتين دكتور. يعني في نهاية ولا الأمر توجد أي شيء غير معقول أن تذهب الإمارات. نعم هذا أنا متأكدة منه. لن تبحث الإمارات عن يعني أنا أقول إن الميزانية الحازلية، لكن اسمح لي أوضح لك الصورة. يعني نحن لن نقول أن الإمارات ستذهب تأخذ ذلك المال، يعني هو نقطة في بحرها، يعني لن شيء غير منطقي، ولكن نعلم تماما أنها تمول هذه الجماعات التي تأخذ هذا المال لصالحها ولا تورد الحكومة. الأجهزة الأمنية الموجودة في المناطق المحررة تستلم رواتبها من الإمارات وليس العكس. نعم. ولا تجبي أي شيء وإنما تستلم رواتبها من الإمارات مباشرة. وأنا قلت أنه هذه الأموال يمكن لم تدخل ضمن الميزانية وكذلك جزء من الإنفاق. إذن أين تذهب أموال هي إذا في نوع من أنواع الذهاب أو التسرب للإيرادات تسرب لأصحابنا مش للإمارات ولا للسعودية. هذا ما أعني يعني هذا ما نقصده، يعني في نهاية الأمر لا يذهب للدولة، لا يذهب للحكومة. هذه من يشرف عليه هم المحافظين. مثلا في المهرة كان المحافظ السابق الذي تم تغييره والقائد الحراسات السابق
وآخرين، وأنا عندي اطلاع دقيق على هذا الموضوع، وكذلك ناس فساد في مجموعة من المرافق، يعني من البنك المركزي كانوا داخلين، ومن المحافظ، ومن الحراسات اللي هو الحراسات الساحلية، هؤلاء هم الذي يتسرب عبرهم الجبايات. أما أنه تذهب إلى الإمارات بالعكس، الإمارات تدفع رواتب الحزام الأمني 1000 ريال سعودي شهريا، وتدفع كذلك الإنفاق. هذا ليس دفاعا على الأخطاء التي ترتكبها الإمارات. يعني الدكتور كما قلت لك شيء غير منطقي، يعني حتى أنا لن أتجرع على القول بأن الإمارات تطمع في مبالغ مهيدة، يعني بالضبط نفط مثلا ولا بالضبط. هذا نعم دكتور علي، إذا يعني ربما تتفق معنا في هذه النقطة، يعني لن تستلم الإمارات هذه المبالغ، ولكن هناك من يأخذها بطرق أو بأخرى. الفساد الحاصل عمليا يعني في سواء في الحكومة الشرعية أو في الأحزمة أو في الجماعات المسلحة أو في أي مكان، هل يمكن لهذه الموازنة أن تضبط هذا الفساد برأيك؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال سوف أصحح الدكتور العزيز بعض المعلومات فقط. نحن لم نقل الإمارات هي من تستلم هذه الإيرادات، ولكن هي تتحكم بها وتعيق الدولة اليمنية عن استلامها. فأعطيه مثالا فقط، شركة نفط المثيلة تم نقل مقر شركة نفط المثيلة إلى أبو ظبي، لم يعد في اليمن. يعني تخيل النفط المسؤولة، الشركة المسؤولة عن تصدير النفط في حضرموت، مقرها لم يعد في اليمن، مقرها في أبو ظبي. ميناء بلحاف تحت سيطرة النخبة الشبوانية التي هي تحت سيطرة الإماراتيين. ميناء عدن تم بالقصد من قبل الإماراتيين عرقلة دخول السفن إليه، السفن تحتاج إلى 2 و3 و4 و6 أشهر حتى يسمح لها بدخول الميناء، حتى المساعدة الدولية المبعوث المتحدة أو المسؤول الأممي عن الخاص المساعدة في اليمن اشتكى أن هناك 1500 حاوية محجوزة في ميناء عدن. الإمارات تؤثر على الإيرادات بحيث أن تعيق الحكومة اليمنية من الاستفادة من مصادرها مصادر الإيرادات القيادية. هذا أولا. بالنسبة لموضوع الفساد، علينا أن نتذكر أولا أن الفساد في اليمن كان الحالة العامة ولم يكن استثناء. في الفترات السابقة، في طول العهد السابق، الرئيس السابق علي عبد الله صالح وما بعده، المسألة الحالية الآن أن الفساد تضخم وتغول نتيجة أولا عدة عوامل. أولا غياب الدولة، نحن للأسف الشديد نعيش في ظل اللا دولة، هناك مؤسسات، هناك سلطات، لكن لا توجد دولة فعلا، لا توجد هيئات رقابية بداية من مجلس النواب إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لا أحد يحاسب، لا أحد يسأل. هناك أيضا من نوع من سياسة كسب الحلفاء عبر الشراء أو شراء الولاءات، عبر ليس تقديم الأموال ولكن تركهم للحصول على الأموال من أنفسهم، يعني عن طريق الفساد. هناك قضايا كبيرة للغاية. للأسف الشديد لا تبدو الحكومة اليمنية جادة في هذا الموضوع. ودعونا نتذكر موضوع المذكرة التي رفعها حافظ معياد واتهم فيها محمد محافظ البنك المركزي بالفساد والسيلة على 9 مليارات ريال يمني خلال شهر واحد فقط من فروقات السعر أسعار العملة. تم التحقيق على أساس أن هناك تم إحالة هذا الموضوع إلى التحقيق، وحتى اليوم نحن منذ أكثر من شهرين ننتظر، أكثر من في ثلاث أشهر ننتظر نتائج التحقيق، ولم يتسبب شيء عن هذا الموضوع. الفساد للأسف الشديد هو السياسة العامة، الفساد هو القاعدة الرئيسية وغيره هو الاستثناء. لا تبدو الحكومة اليمنية للأسف الشديد لديها القدرة ولا الإرادة ولا الرغبة على الأقل في هذه المرحلة السياسية الحساسة من محاربة الفساد. الفساد الآن هو وسيلة من وسائل حسب الولاءات وحشد الجهود. نعم، إذن شكرا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. إذن يجد الدكتور علي بأن الفساد هو السياسة العامة وما غير ذلك هو الاستثناء في ظل الرقابة المتابعة الفعلية، شراء الولاءات وما إلى ذلك. الفساد موجود ونحن في ذيل الدول نعم من قبل الحرب ومن قبل الحرب نعم. وإلى والآن ومع ظروف الحرب، يعني بشكل تأكيد أنه تزداد الفساد، لا بل يزداد النهب وليس الفساد يعني. لكن المعلومة التي أوردها الدكتور غير صحيحة بالنسبة لبترومسيلة. أنا شخصيا زرت بترومسيلة وإلى هناك، صحيح أنه مدير الشركة موجود في أبوظبي، لكن هذا لا يعني أنه الإيرادات تذهب إلى أبوظبي. الإيرادات تذهب إلى البنك المركزي، إيرادات المسيلة نفط المسيلة يذهب من الشركات التي تشتري إلى حسابات الحكومة التي تدخل في حسابات البنك المركزي، ثم الحكومة تحول إلى المسيلة
30% من هذه الإيرادات من أجل النفقات التشغيلية. هذه هي الآلية. الآلية محكمة، كانت سابقا في صنعاء صلحوا آلية محكمة، كل شيء تجي إلى المركز وبعدين يحول من المركز النفقات. لا يتم خصم النفقات شركة المسيلة من، صحيح أنه المدير موجود في أبوظبي لكن الشركة كلها لا يعني ذلك، وزرناها وكانت وهي الآن التي تصدر، والحكومة اعترفت أنها 32% من إيراداتها سيأتي من النفط والغاز. طبعا معظم النفط هو يصدر من حقول المسيلة وليس من حقول أخرى. نعم، إذن شكرا، يعني هذه للحقيقة فقط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.